يسعد صباحكم بكل خير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم من جديد الى اخر محطاتنا اليوم، واللي بنقول انه ختامها مسك مع الفنان الفلسطيني شفيق السعدي، اللي دائما بيسعدنا بكل جديد ومبتكر من اعماله بصوته الدافئ وادائه المميز. اكيد بنرحب فيه سوا، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. وصباحك. يسعد صباحك كل المشاهدين. شكرا انك اجيتنا اليوم ايضا. كيف؟ شكرا انك اجيتنا اليوم من بيت لحم. شكرا على الاستضافه، انا كثير بنبسط اجي عندكم. طبعا كيف. هذا واجبنا، وهي مش المره الاولى بتيجي عندنا. صحيح. انا ذكرتك قلت لك انا الام اللي اجيت يوم عيد الام بالضبط ونعجقنا بالاولاد ونسيتوني سرقنا منك الاضواء، بس هينا عم نعوضها دائما. لا بالعكس، يعني يعني بكفيني شرف الزياره، بحب اجي اشوفكم كل فتره. بتشرفنا دائما، بتشرفنا. وانت كمان دائما نشيط وعندك انتاجات جديده. مبارك لك بمشي بالحارات، الفيديو طبعا اللي شفناه قبل شوي حدثنا عنه. احنا كمان شفنا الموديل الصبيه كانت بتدرب عندنا، بنوجه لها تحيه. ليندا. ليندا ليندا حسين. تحيه لليندا. اكيد اكيد. بمشي بالحارات هي بالاساس كانت فكره عندي انا، حابب احكي عن حاله الشخص اللي عايش في بلده بس حاسس في غربه نتيجه الضغوطات والاشياء اللي عم بتصير بشكل يومي معه. فتناقشت مع صديق لي من القدس اسمه ديف قري، هو مغني راب، فقلت له يا ريت اذا بتكتب لي، انا بحب هيك طريقته وتعبيره. فكتب لي كتب لي الكلمه، وشوي شوي دخلنا في مراحل التلحين والتوزيع وفكره الفيديو كيف بده يطلع بالاخر وكيف ممكن نجسدها بطريقه غامضه، لانه انا بحب في شغلي بحب يكون شويه غموض، لانه بحس كثره الوضوح بتخلي الشيء مبتذل. يعني كانها بتفسد او بتقلل من روعه الفن او صحيح. او جماليه الشيء اللي بتسواه. فعنصر الغموض هو يعني صحيح. بتعرف هو مصدر للفن ومصدر للابداع. بالضبط. ومطلوب كمان في نوع من الاحترام للمشاهد، لانك انت كمان بتخاطبه بلغه يعني هو بتشجعه على انه يفكر صح. معك صح. ويكتشف معك صح. يعني ممكن يصير يحضره اكثر من مره عشان يفهم. يعني انا جاني كثير تعليقات على هذا العمل انه يعني بالضبط شو الرساله. انا ما يعني ما بحب باي عمل انه رساله دغريه هيك تكون مباشره، بحب انه كل شخص يترجمها بالحال اللي هو كيف شافها ونابعه من اي شعور عنده عم بعيشه هو. يعني صحيح. وشفيق يعني انا بحس انه المميز كمان في هذا العمل انه قريب من الناس، بمعنى انه هو مش بس يعني كثير الاعمال ممكن تنقسم الى وطني وثوري صح، وممكن شوي حزين وجزء مثلا عاطفي وغرامي والى اخره، لكن هذا الشيء اللي هي يعني بمس مشاكلنا اليوميه، حياتنا اليوميه، افكارنا، هواجسنا صح. يمكن شوي مش كثير يعني مش مطرق، مش ما لم يتم التطرق له في الاغاني. قديش حسيت التفاعل من الناس انه عم نحكي عن هذا الشيء اللي بتشاركهم فيه؟ صراحه اللي شجعني كثير يعني بعد ما اصدرت العمل انه اجاني كثير تعليقات، والله يعني مبسوطين انه عم بيطلع هيك انتاجات من بيت لحم، يعني عمل فلسطيني بحت من العازفين، من التسجيل، من التصوير، ومن بس طبعا تعاوننا في الماسترينج مع بريطانيا، مع ابروت ستوديوز في بريطانيا، من اشهر الاستوديوز في العالم. هذا كتعاون يعني بس في مجال الماسترينج. على تفاعل الناس مع الفكره كان تفاعل جدا ايجابي، وكان في نوع من انواع الصدمه انه عم بيطلع هذا الانتاج بهذا التنوع والمزج ما بين الشرقي والغربي بنفس العمل. فالحمد لله، الحمد لله، يعني التجاوب من الناس كان كثير يعني ابسطني جدا. جميل جدا، وخاصه كمان الفيديو كليب ساعد يعني صح. الفيديو كليب كمان فكرته والحارات الموجوده فيها صح. كمان اعطتنا فرصه انه نشوف اماكن جديده. مزبوط. كمان بتشعرنا بالقرب، بتشعرنا من انه احنا في حد عم يحكي عنا. شفيق، طب احكي لنا هلا كمان، احنا نعرف انك انت جزء ايضا من فرقه موسيقيه اللي هي صح. معروفه اسمها لمه، لكن في ذات الوقت انت موسيقار وبتغني وعندك اعمالك الخاصه. احكي لنا عن كل هاي التجربه يعني من البدايه. أكيد. كمان لكل الناس اللي ما بتعرف هذا التاريخ. أكيد. يعني احنا يعني بقدر احكي احنا تجمع شبابي موجودين في محافظه بيت لحم. هذا التجمع بلش يعني ما قبل 2014، كنا طلاب جامعه وكنا نلتقي في الجامعه ونطلع عروض خلال الجامعه، بس بعد هذا الشيء صرنا نلتقي، يعني بعد ما تخرجنا صرنا نلتقي بشكل شبه يومي مع بعض، صارت جزء من نمط حياتنا انه نلتقي ونعزف ونجرب اشياء جديده ويعني نتبادل حديث مع بعض، وهذا الشيء يعني عزز العلاقه بيننا، عزز الانسجام بيننا. فمن بعدها بلشنا انه نفكر في انتاجات موسيقيه خاصه فينا، فبلشنا باغنيه عم سليمان كفرقه لما، يعني انا دوري فيها كمغني وعازف قانون. بلشنا في اغنيه عم سليمان، من بعدها زي كانه انفتح اكثر من باب
انه صرنا نبحث اكثر في المجال، طورنا شكل الفرقه بشكل كبير واشتغلنا عليه بشكل كبير، وهلا عم نشتغل على البوم كفرقه لما، وكل فنان من اعضاء فرقه لما هو برضه مغني وعازف مستقل، وكل واحد له مشروعه الخاص يعني كفنان. فيعني بنقدر نحكي في محافظه بيت لحم عم بيصير نوع من يعني نوع من حراك فني، خلينا اسميه من هذه المجموعه، وبرضه في فنانين ثانيين، بس احنا كمجموعه عم نشتغل بفرديه كمجموعه مع بعض. والحلو انه انتم محافظين على هذا الجسم، يعني صح. هاي الفرقه لانه بالزبط. كمان يعني هي مش الفكره مش مالوفه كثير عندنا، وفي فرديه يعني في دائما ناس انه خلاص انا بظهر لحالي، او دائما الفرق ممكن تتفكك بالاخر، بس جميعكم انتم يعني استطعتوا انه توصلوا لهي مش بنسميها التوليفه، يعني انه كل واحد عنده خطه بس بنفس الوقت احنا بالزبط. مجتمعين في هاي اللمه، وهذا صح. لون جديد يعني كمان صح. فلسطيني صح. طيب انت عندك كثير اغاني وكثير اعمال، خلينا نشوف مقطع من اغاني شفيق السعدي ونستمع اليها مع المشاهدين. تسع شهور وانت بعد تعبت كتير تعجبتيني، عذبتك كتير لتربيني، وضعت الترباية فيني يا مور يا مور. فيها الناس تركوني بمشي بالحارات، صراحة الليل بنشفوني بتذكر ذكريات فيها اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، اكيد تحيه لكل اعضاء فرقه لما اللي هم بتروحوا من 5 إلى 7 تقريبا. طيب واحنا كمان شفناك مع اطفال شفيق، انت عندك ايضا كارير على المستوى التدريس يعني مهنيا، احكي لنا عن هاي التجربه. بعلم في اكثر من برنامج موسيقي، يعني كمدرس على اله القانون وكمدرس نظريات الموسيقى. بحس كل انسان يعني كل انسان مبدع هو يعني فنان بيجي على يعني يقع على عاتقه نوع من انواع المسؤوليه تجاه مجتمعه، مسؤوليه تنويريه يعني. فبشعر انه جزء من هويتي انا كموسيقي او كفنان اني انقل هذا الشيء وانقل الشيء اللي عندي للجيل الاصغر مني، وهذا بالنسبه لي كثير يعني متعه، كثير بستمتع. بتستمتع كيف تحس تفاعل الاطفال وتعليمهم مع الموسيقى؟ هم يعني بصراحه هم
يعني بقدر احكي مصدر من مصادر شحن الطاقه صح. اللي كثير مزبوط. شفيق ايضا انت يعني في عندك فكره بانه توزيع الاغاني القديمه بتوزيع جديد صح. واللي منها كانت اغنيه يا مسافر وحدك للفنان الموسيقار العملاق محمد عبد الوهاب، وبالفعل احنا كمان لما سمعناها هي كانت في بدايه هذا العام في شهر اذار الماضي صح. 2016 وبصوتك، فكانت رائعه جدا انه جددناها. كيف كانت هاي الفكره او كيف اجتك هاي الفكره؟ هلا يعني الموسيقار محمد عبد الوهاب هو من العظماء اللي ربينا واحنا نسمع شو طبيعه الشغل اللي عم بيسووه موسيقيا، وكنا ندرس دراسه ايش كان يسوي محمد عبد الوهاب. من بعدها يعني تاثرنا بهذا الماضي ومزجه مع الحاضر اللي احنا عايشينه، ف يعني كانت الفكره اني اعمل هذا الدمج، يعني قديم وجديد بنفس الوقت، وفي افكار بالعزف، واجتمعت مع مجموعه الشباب الموسيقيين وصار كل واحد من هون فكره. انا يعني كثير بحب الكولكتيف كرياتيفيتي اللي هي بجمع ابداعات من اكثر. هذا العمل الجماعي دائما التفكير العصف الذهني هذا بيسموه بالضبط. فمن هون يعني صار كل عازف في الفرقه بالضبط، كل عازف في الفرقه صار يضيف من روحه على القطعه، تطلعت بالشكل هذا. الناس تفاجات انه ايش هالتوزيع، يعني شو يعني انقلبت الاغنيه زي كانه، بس حفظنا طبعا على اللحن الرئيسي وعلى الكلمات وعلى شخصية الأغنية، بس قلبناها بشكل جديد. وهي كمان الفكرة، لأنه شفيق أنت تعد يعني من الأجيال الشابة الجديدة الصاعدة، واللي هو كمان في ناس كثير من الشباب الصغار المراهقين يمكن بيسمعوك، وحتى كمان يمكن الأطفال أنت بتدرسهم يعني ما بيعرفوا مين محمد عبد الوهاب، ما بيسمعوا على محمد عبد الوهاب، ويمكن لو سمعوا كمان اللحن القديم مش كثير مستساغ لأنه رتمه قديم ومش مشجع يعني بالنسبة لهم، يعني صح بالنسبة لنا أكيد طبعًا. أنا أساس أقدم. فهي فرصة كمان إنك أنت أتحت لهم إنهم يسمعوا صح محمد عبد الوهاب من جديد صح. يعني بهاي التوزيع الجديد في أوقات من يعني لما بكون أعطي حصص قانون يعني بتضيع جزء كبير من الحصة والطلاب عم يستفسروا يعني الأغنية الفلانية اللي نزلتها إيش اللحن، علمنا إياه، أعطينا كيف الطريقة اللي نعزف فيها بهاي الأغنية. فصار عندهم نوع من أنواع إنه الفضول عم بيكبر، عم بيشوفوا يعني مدرسهم عم بنتج يعني موسيقى وعم بيعمل أشياء بطريقة خاصة وبطريقة مختلفة، فبزيد فضول عند طلابي، دائما بتلاقيهم عندهم استفسارات كثيرة عن الشيء اللي بسويه، فهذا برضه بيعطيني مسؤولية كمان انه لازم دائما اعطي شيء انه في عندهم شغف يعني هم كمان واهتمام صح. شفيق يعني بالنسبة للحالة الفلسطينية، خلينا نقول المشهد الفلسطيني الموسيقي الفني خلينا نسميه، كيف بتقيمه؟ كيف بتشوف سواء على مستوى الدعم سواء على مستوى الاستقبال ايضا الجمهور نفسه؟ يمكن الصيف هذا شفنا مهرجانات كثيره يعني فعاليات فنيه وثقافيه كثيره، قديش بتشوف انه المشاركه الفلسطينيه المحليه كمان اصبحت مطلوبه مرغوبه، لكن في ذات الوقت في عقبات وفي تحديات عم بتواجهها؟ صح، يعني باعتقادي لوجستيا احنا في فلسطين عندنا نقص، يعني من ناحيه منصات إعلامية الفنان يعني يبرز أعماله من خلالها، بنقصنا كمان برامج على التلفزيونات على الإذاعات اللي هي متابعة الفنان الفلسطيني والأشخاص اللي عم بنتجوا فن معين. يعني بصراحة في مش عم بكون تسليط ضوء على كل الإنتاجات اللي عم تطلع، يعني في بصراحة في تقصير من الجانب الإعلامي هذا، وفي تقصير جانب مؤسساتي إنه عن جد الفنان بحاجة لشركة إنتاج تمسك يعني شغله من الألف للياء بكل تفاصيله، لأنه يعني كثير بصراحة يعني أنا بمسك كل تفاصيل العمل من أول ما يبدأ لحد ما ينتهي، وهذا بفقدني نوع من أنواع التركيز في فحوى الإشي اللي عم بعمل، لأنه بكون أفكر لوجستيا كثير، فبعطيني هيك بياخذ من طاقتي ووقتي. طبعا ممتع بس بالوقت نفسه بحاجة ل يعني بحاجة ليكون إشي ممنهج عن طريق شركة إنتاج، وإشي هذا بنتمناه طبعاً إنه يصير فلسطينياً. يعني أكيد أكيد. أنا بالآخر للأسف انتهى وقتنا شفيق، بس بالآخر بدي أقول إنه شفيق هو دراسته الأولى محاسبة صح. كنا نحكي يعني، لكن توجهت للموسيقى وأنت يعني تعلمت الموسيقى صح. أيضاً، وهذا كمان بخلينا انه نقول انه الانسان دائما يبحث عن شغفه، يبحث عن صح حبه الاول. احنا قبل ما نختم لازم نسمع شيء، وانا كنت قايله لك نسمع يا مسافر وحدك عشان نسمعها بهذه
صوتك الرائع. شكرا. بس أنا بحب أختم مع المشاهدين أيضا، بحب أشكركم مشاهدينا على المتابعة، وكل الشكر لكل الضيوف اللي رافقونا اليوم. يتجدد اللقاء غدا في ذات الموعد، وأكيد بنختم مع الفنان الفلسطيني شفيق السعدي. تفضل. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني وودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. قعد عنيا دموعها، دموعها تتكلم. قعد عنيا دموعها، دموعها تتكلم. مسافر وحد وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني.